الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجكم اسال مع دعاء. الحقيقه احنا كلنا فجعنا بحادث مقتل ابن زميلتنا في قناه النهار مروه احمد، كريم هشام. ربنا يصبرها على الابتلاء ده. الحقيقه ان هو وجع قلبه وجرح غائر، يعني هيفضل قطع في قلبها طول العمر، مفيش حاجه تعوض الضنا ولا فقد الضنا. الحقيقه انا اول ما دخلت العزاء مروه قالت لي شفتي يا دعاء، فاكرة يا دعاء كل ما قابلك في القناة أقولك إيه ده يا الكريم، عشان غلبان وطيب بس مغلبني زي ما كلنا بنقول على الولاد. راح يلعب بلاي ستيشن يتضرب بالنار ليه؟ ربنا يصبرها ويقويها على ما بلاها وينزل السكينة على قلبها يا رب، وربنا يكتب له الجنة ويكتبها لك يا رب يا مروة. يعني الحقيقة الدنيا دي خلصانة ومهما طولت فهي بتخلص بسرعة الصاروخ، انما ده حل كل الامهات اللي ولادهم في سن المراهقه. على طول على طول قلبنا مخلوع على الولاد طول الوقت، هم في سن لا نقدر نمنعهم فيه من النزول والطلوع والخروج مع اصحابهم، ولا نعرف ناخدهم في ايدينا زي زمان ونخرجهم معانا. خلاص يعني دي مرحله سنيه وعدت ان احنا ناخدهم معانا. هم دلوقتي بيرفضوا اي خروجه مع اهلهم وبيرفضوا سيطره اهلهم، بنضطر احنا كمان نرضخ لزن وطلبات ملهاش اول من اخر علشان ما نزعلهمش. ساعات نندم اننا وافقنا، وساعات نقول خلاص هنعمل ايه، ما هو يعني هنحبسهم. زي مثلا طلبات الرحلات اللي ما بتخلصش دي، انا شخصيا بترعب منها بس بضطر اوافق بعد زن رهيب. والجمله المعتاده ما كل الامهات بتخاف على اولادها وبتوديهم رحلات عادي، اشمعنى انت اللي هتمنعيني؟ والأمهات يقولوا استودعيهم ووديهم. وكل ما السن بيكبر كل ما مساحة الحرية بتزيد وسيطرتنا بتقل. إنما في حاجات بصراحة بتخضني، زي مثلا إن أنا أسيب طفل صغير مش معاه رخصة يسوق عربية باباه أو مامته، إن أنا أجيب له موتوسيكل في عز سن الطيشان وإنه مفيش عقل أساسا. طيب إحنا عاوزين نتكلم عن حدود الحرية في سن المراهقة. أنا سمعت أم قالت كلمة عجبتني قوي، قالت إن هما جسمهم بيكبر وصوتهم بيتخن بس الحقيقة هما لسه أطفال عقلهم عقل طفل. طيب إحنا إزاي نتعامل يعني مع ولد بيجعر طول النهار بصوت تخين ويقول أنا ما بقتش صغير، أنا مش طفل، ما تعاملينيش كأني عيل. نتعامل معاه إزاي؟ وإيه اللي نسمح بيه؟ وإيه اللي استحالة نسمح بيه؟ هنتكلم في الموضوع ده مع دكتورة شيرين عطية مدربة المهارات الحياتية، لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. دكتورة شيرين عطية مدربة مهارات حياتية. أهلا بيك. المراهق ده طفل في جسم واحد طويل ولا واحد كبير بطوله وجعورته دي؟ يعني برضو هنحترم كيانه ان هو كبر وصوته بقى تخن علينا والكلام ده. فنقدر نقول ان هو شاب تحت الانشاء. يعني انا ما اقدرش ابدا اعتبره طفل. وان انا طبعا اصغر منه طول الوقت، وكل ما يقول لي حاجه اقول له انت عيل، لازم برضو اديله قدره. ولما اجي اتحاور معاه مثلا اقول له انت انا بعمل معاك كده عشان انت كبرت. انا بحترم ان انت كذا. انا هعمل كذا عشان انا بحترم رايك. طول الوقت انا بقول له أنا بعمل إيه وهدفي إيه؟ هدفي المحبة والاحترام وإن أنا مقدراه. حلو قوي. طيب والأمهات يعني إيه؟ أنا ساعات الأمهات تقول لك إيه؟ ده كلام شاشة أو كلام تلفزيون، وساعة القدر يعمل بصر، يعني يوم ما يخرجها عن شعورها بيبقى عيل ومش عارفة أنت لسه كنت بتعمل على روح، وكل الكلام ده بيطلع بقى. هو لازم مش كلام شاشة والله، هو لازم نمسك نفسنا. صحيح. لأن أنت بتعدي الشخص اللي بعد كده هيبقى أب وهيبقى زوج وهينزل يشتغل. لو علمتيه العصبية يعني مستقبله هيضيع في شغله، لأنه ممكن يتعصب يخرج عن شعوره ما يسيطرش على نفسه، يتسبب في ان هو يضر نفسه بعد كده. فبرضه لازم تبقى هي اللي ماسكه نفسها. طبعا انا بالنسبه له يعتبر نموذج بشري ناجح، المفروض ان هو بيقلدني طول الوقت. فبيتعلم مني الكنترول على الاعصاب. طيب احنا عندنا حدود للحريات. تمام. عندنا يعني الحدود، اي حدود انت بتحطيها بتخنق العيال. تمام. حتى لو انت سايباها لهم خالص. تمام. وتيجي تكلميهم تقولي لهم ايه، احنا ما كناش بنعمل ربع اللي انتوا بتعملوه ده، يقول لك زمانكم غير زمان. الكلمه المستفزه بتاعت زمانكم غير زمان، يعني انتوا كنتوا اصلكم كنتوا زمانكم غير زمان. صراع دايما بين الاجيال.
هو المفروض انه المراحل العمريه بتاعته بتعدي بكذا مرحله. اول 7 سنين انا بحميه من الدنيا كلها، صحيح، وبعلمه كل حاجه تحميه. بعد اول 7 سنين، 8 من 8 ل 14 انا ببتدي لازم اديه شيء من الحريه في اطار فيه قواعد وقوانين بنتفق عليها مع بعض. الحريه لازم اديها له لاني بعلمه هيعدي من اختبارات الحياه بعد كده ازاي، علشان يطلع في مرحله الاعداد دي عنده خبره يقدر بعد كده يخوض التجارب. ايوه، فبيتعلم، وباب انه يخطا وارد، وان انا اخد اخطائه دي بهدوء ومرونه وارد وواجب، لاني ما ينفعش انا لو اتعنفت عليه في كل خطا انا بكون منه شخص متمرد، ولو انا طول الوقت بعدي هكون واحد مستهتر حاسس ان انا ماليش لازمه، ما بعلقش، ما بقولش دوري. فطول الوقت انا عارفه زي اللي بيمشي على الحبل، انت طول الوقت كده. ايوه، احنا فعلا ماشيين على الحبل. دي حقيقه، دي حقيقه. معاكي حد لازم شويه بيسمع كلامك ومره بتسمعي كلامه وبتوصلوا لحل وسط. طب خليني اخد اول اتصال معايا. اسماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مدام نعيم؟ اهلا يا اسماء، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، اتفضلي يا اسماء. بعد حضرتك بس انا عايزه اسال الدكتوره سؤال. بس انا بنتي مش مراهقه. ايوه، عندها كام سنه؟ دلوقتي انا منفصله عن باباها. وهي كانت وانا كنت حامل فيها. ودلوقتي انا اتجوزت واحد بعد ال 40 على طول. وربنا اكرمني منه وحملت تاني وجبت بنوته برضه. 40 ايه؟ ال 40 بتاع الولاده. بعد ال 40، لما بعد ما خلفتي بنتك ب 40 يوم؟ مش فاهمه. اتجوزت. تمام. فربنا كرمني وجبت منه بنوته برضه. تمام. بس انا حاسه بجنب من ناحيه بنتي دي. بنتك عايشه معاكي ولا عايشه مع باباها؟ ده هي عندها سنه واربع شهور. وعايشه معاكي؟ وعايشه معايا. طب حاسه بيها جدا وبعملها كويس جدا. وحاسه بالذنب ليه؟ مش عارفه، حاسه ان انا ظلمتها، حاسه ان انا جيت على حقها. مش عارفه حقها في ايه يعني؟ ايه؟ حقها في ايه؟ مش هي في حضنك؟ مع باباها. وبتقعد يعني بتعمل حاجات غريبه، بتضرب اختها. ايوه، عادي عادي، يعني موضوع ضرب العيال لاخوات بعض بتحصل بين الـ 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 الاب والام اللي متجوزين، ومش ما فيش اي يعني ملوش علاقه بالطلاق يعني. مش طيب. عارفه، بس انا حاسه بالذنب من يومتها، وبعمل معاها بقى كل حاجه هي عايزاها، تقعد تصرخ على حاجه تدهلها، تقعد تعمل حاجه تدهلها. وسمعت ان كده غلط، قالوا له ده كده غلط، بس انا بقى حبي ده حب تعاطف معاها، مش عارفه احب اختها زي ما انا بحبها، مش عارفه. طيب ماشي يا اسماء، الاحساس ده احساس طبيعي ولا اوفر؟ لا، هي المشكله عندها هي. هي خلاص تتعامل معاهم على ان الاثنين ولادها وخلاص، واحساسها بان هي طول الوقت حاسه بذنب من ناحيتها هتديها مسموحات اكتر. وهتديها حريه اكتر من غير قيود اكتر. وهي ممكن تتسبب في ان هي كده تبوظها. صحيح. فلا، تعاملها معامله خلاص طالما الوضع ده احنا اتحطينا فيه. هل في داعي احساس الذنب ليه حاساه ده؟ لا طبعا، هي يعني ده كان نصيبها وده اللي حصل معاها. صحيح. وهي خلاص تزوجت وحصل اللي حصل وخلاص وتمام وخلفت، وده معناه ان خلاص بقى في شكل اسري تاني. صحيح. هي اللي شايفاها فرد مختلف عنهم. هي خلاص دي الغريبه ان هي بنتها. الام اللي شايفه لا يعني. هي اللي وضع الحدود دي على فكره. وهي اللي وضع الحواجز. فهي المفروض ما تشعرش بالذنب لدرجه ان انا ابتدي اديها من المسموحات اللي خليها بعد كده هي الاقيها فلتت مني بقى خلاص، او تبقى انانيه او تبقى كده. طيب ضرب البنت لاختها او كده في السن الصغير ده؟ لا، ده ياما بيضربوا بعض عادي. يعني ننظر لها عادي، بس نبتدي نحننهم على بعض. الكبير اقول له انت دورك تهتف على اخوك. والصغير اقول له انت المفروض تحترم اخوك الكبير. الاسطوانه دي لازم تشتغل طول الوقت. لحد ما صغيرين قوي كده. لحد ما يوصل. بص، السنه البرمجه بتيجي من تكرارك للتعليمات. بس من غير اهانه يعني. واكيد مش هينفذوا النهارده لان انت مش زرار ومش سحر. بس انت زي ما انت ثابته حلوه دي وهاديه وتكرري. وتقول لك ده انا لساني دلدل. لا لا لا، ما هو تعبت من كتر ما بقول لك بطل زن على الودان. ده العادي يعني، ده الطبيعي ان احنا نفضل نزن على نفس بس الحاجة. ما تيأسيش. اعرف ان انت لو زنتي الاسطوانه دي اشتغلت 20,000 مره، اعرف ان هي ليها نتيجه في الاخر. طب لان فعلا في برمجه سمعيه. دي ده نوع من انواع البرمجه، ان انا طبعا صلي صلي صلي. أيوة. ما تضربش اخوك بيحبك. لكن ما تقوليش مثلا لواحد انت مثلا انت فاشل، انت بتكره اخوك. لا، قولي له حب اخوك. فبلاش الملفات اللي بتفتح دي. صحيح. تمام. طيب خليني اخد بشيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك انا هخرج عن اطار البرنامج، معلش، انا دلوقتي المعاش بتاعي واقف بقاله سنه.
طيب انا هستأذن حضرتك تسيبي السؤال بتاعك وهم هيكتبوه وهياخدوا رقم حضرتك. طيب انا دلوقتي موضوع حدود الحرية بقى. طيب. دلوقتي الولد عايز ينزل مع اصحابه ودي حاجة مشروعة في كل البيوت دلوقتي. تمام. انا عايز اخرج مع اصحابي، انا عايز اروح دلال بقى. احنا هنروح نلعب بلاي ستيشن مع بعض، ده تمام. دي بقى طلع لنا في المقدر كلنا. فبتبقي عارفة الاب وعارفة الام وعارفة كده، بس ما حدش اهو جات المصيبة من حيث لا تدري. شيء غير يعني، ممكن يبقى الاب راجل محترم والام ست محترمة وكده وتحصل كارثة فضول. فانت يعني الحدود الحريه دي نظبطها ازاي، او ايه الترمومتر اللي الام يقول يخليها تقول لا يعني لا واه ممكن؟ هي دايما زي ما قلنا قبل كده ان الحريه بتبقى في حدود، وانا دايما هبقى حاطه له الميزان بتاعه هو يحكم بيه، اعلمه انت حريتك لا تاذي نفسك ولا تاذي غيرك. تاني حاجه في المراهقين بالذات هم قليل الخبره، وهل حريته اللي هو عاوزها دي هل دي هروب مني؟ هل هو نافر مني فعاوز اصبه اكتر مني؟ هل انا مش مقصره عليه للدرجه دي؟ نقطه التاثير بتاعتي اصبحت مش لا مؤثره. لا بس هم مش حكايه نافر، هم بينبسطوا بس عنده تطلع. ايوه عنده تطلع. وهم بيعرفوا يبسطوا بعض ازاي. بس طبعا لازم يكون في رقابه، لانه برضو زي ما قلت لك هو شاب تحت الاعداد. لو في تجمعات وهيجي ويلعبوا لازم يبقى في طبعا في البيت رقابه وحد موجود ودايما يعني عليهم، حتى ولو من باب ان انا اجيب لكم حاجه تشربوها. طب جعانين تاكلوا؟ كل شويه انا ادخل واخرج عليهم. ولو في تجمعات الامهات لازم دايما يبقوا عارفين بعض وكونكتد ببعض. اتصل بيكي. يعني لازم طبعا حد يبقى في البيت، ان انا اسيب العيال في البيت لوحدهم كده. ومش مش هقول له يعني ان انا لازم ابقى معاك يعني عشان انت مش كويس. لا هي تبقى في اوضتها وقاعده. بالظبط. كل شويه يا شباب مثلا محتاجين حاجه تشربوها، محتاجين حاجه تاكلوها، من نوع من انواع ان انا بوريك ان انا عايزه اخدمك، مش عايزه ان انا ادخل اعقدك وبتعملوا ايه والجو ده. لا راحه جايه عليهم، لازم عينك عليهم طبعا، لانه برضو هو لسه مش مطور كفايه انه ياخد قرار او يعرف تبعيات اللي بيعمله. ده غير طول الوقت احنا لازم نعلمهم ده اضراره ايه وده اخطره ايه على صحتك وعلى غيرك، ولازم دايما ابرز دور العواقب اللي انت لو خدت قرارك اخره ايه. لان هم كشباب وطايشين بيبقوا عارفين بدايه الحاجه حلوه شكلها جميل. هو عارف نهايه الموضوع؟ لا مش هيعرفها غير مني، لان انا الكبير اللي عشت وعرفت. طيب كل حاجه. ايه رايك ان هو بيقول على ماما المتطلبه قوي دي، اهله موجودين ولا مش موجودين؟ هتقعدوا لوحدكم هتعملوا انها ست خنيقه وخانقاه ومضايقاه وانه يا ساتر ما فيش كده ومحدش بيعمل. ما هو خنيقه لان انا لو عيشت ان انا من كوكب تاني. لكن انا دايما لازم اخش في العالم بتاعه. يعني انا دايما حتى مع الاولاد احب مثلا، انا بيجي لي مراهقين كتير على فكره في تعديلات السلوك وحاجات زي كده، ببقى دايما فكرتهم انت زعلان من ماما ليه؟ يقول لي مش فاهماني وما بتسمعنيش. عارفه الحوار اللي بينتهي اهو هو كده. واول ما تقولي له لا فيقول لك لا ليه؟ لو ما جاوبتيش ليه والقاعده ما بقتش مفهومه بالنسبه له، هو قفل منك خلاص. في صاحبه تاني اللي بيشجعه. ايوه اسمعوا، في صاحبه تاني اللي ليه بيشجعه. فلازم تحضري اجابه. ليه احنا بنقول هو كده؟ ايوه هو كده وده اللي عندي. لا يعني مثلا انا عايزه اروح المكان ده، المكان ده في خطوره كذا، انت ممكن تتعرض لكذا، في كذا في كذا في كذا، العواقب وبعد كده نختار. طيب مصمم حصل وقلنا بنقول تمام. والله ليه ده مكان وحش؟ انا مره قلت ايه يعني ده مكان شويه مستواه اقل من المستوى اللي انتوا المفروض تبقوا متواجدين فيه، يعني ممكن يبقى ايه مش هتنبسطوا والله. وانت كل حاجه مش عارفه يعني حصل وقلتي اسبابك وما اقتنعوش بيها. لما تقولي اسبابك بقى مين بقى اللي كلامه يمشي في الاخر؟ لا هو طبعا انت هتمشي الصح طبعا. بس يعني هتمشيها ازاي؟ ما هم بيزعل. ما هو يزعل وبعد شويه بعد فتره الزعل بتاعته دي ما تعدي انا هقعد معاه واحكي له حكايات حصل فيها ضرر. دايما الاطفال والكبار بيتبرمجوا بحاجه اسمها شكليات سنويه، ان انا ارسم لك صوره اقول لك كان في حكايه زي حصلت كذا، ان فلان راح الحته الفلانيه وبعد كده اتعرض لكذا وكذا وكذا. وهو خارج حد ثبته وهو ماشي حد صحيح. وقفه اتسرق وحصل له كذا 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 وتعور وحصلت مشكله كذا كذا. هتلاقيه هو نفسه الست دي معاها حق. هيبتدي يكون خبره. صحيح. لازم ترسمي الشكليه السنويه، ما فيش حاجه اسمها لا وخلاص. هو كده، فانت كده بتصغريه قدام نفسه. فاهماني؟ طيب خليني اخد ناديه. الو الو، اهلا يا ناديه اتفضلي. اهلا بيكي. من فضلك انا عايزه اسال، انا عندي حفيدي عنده 8 سنين الصوت راح فين؟
طب معلش احنا اسفين، ما حاولي تكلمينا مره تانية. طيب فكره ان الصحاب هم الاقرب، يعني على فكره كل الامهات بتبقى عايز تصاحب ولادها بس احيانا تعرف، في امهات تعرف تصاحب وفي امهات ما تعرفش تصاحب، وتلاقي البنت مثلا متجهه لصاحبتها تحكي لها وما تحكيش للام. ايه اللي بيخليها ما تصاحبش امها او ما توافقش تصاحب امها؟ لانه مؤشر الصوت العالي بيبتدي يطلع مع اول كلمه يتقال، وانت تحسي ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بتقوليه ده، وتلاقي طبعا ايه، طب انا مش هكمل بقى، انا جوايا كده حد بيقول لي لا خلاص كفايه كده. صح، فلازم تسمعي للاخر وتجيبي الصبر وتسمعي وتجيبي الحكايه من اخرها وتبتدي تشركيها معاكي في الحل. ايوه، طب والموقف ده نحله ازاي؟ فكري معايا. ولازم الصحوبيه، يعني مثلا الصوت العالي دي مهمه يا جماعه. الصوت العالي ده عارفه مؤشر خطر جدا، يعني شكرا. حتى لو بتاكلي جوه نفسك كده امسكي نفسك للاخر، كملي الموضوع كملي الموضوع للاخر. في الارم بيطلع غصب عننا، ما هو ده بقى نمسكه احنا عارفه لا ارادي كده. ما هي بقى في مشكله في الزعيق، ان انا لو استنفذت صوتي العالي ده على طول هيبقى بالنسبه لهم ده الصوت الطبيعي، الست دي صوتها عامل كده خلاص، هي طبعها كده. فلازم يبقى ده يستخدم في اوقات معينه، فما تكبتيهوش وتصرخي فيه علشان يبقى عنده الصراحه وعنده الجرأه يحكي لك الموضوع مهما كان. طيب احنا يعني تقريبا كده شبه خلصنا، بس انا معايا اتصال تليفوني يمكن ملوش علاقه قوي بفقرتنا، لكن النهارده اليوم العالمي لمكافحه السرطان. احنا معانا مهندس ماجد، يعني نائب رئيس مؤسسه بهيه لعلاج سرطان الثدي. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. مساء الخير يا دعاء هاني، ازي الصحه يا فندم؟ اهلا بحضرتك. النهارده اليوم العالمي لمكافحه السرطان بشكل عام ولا سرطان الثدي؟ لا، النهارده اليوم العالمي لمكافحه السرطان عامه، بس بما اننا يعني مؤسسه بهيه مهتميه جدا بصحه المراه المصريه في مكافحه سرطان الثدي، فاحنا حبينا يعني نكلم حضرتك وندعو من حضرتك كل ستات مصر انهم يهتموا جدا جدا بعمل الكشف المبكر، لان ده يعتبر وقايه من مرض سرطان الثدي. تمام. وبمناسبه اليوم العالمي لمكافحه الرسالة دي لكل سيدات مصر وإخواتنا وأهلنا. تمام. يعني أي واحدة بتكون تتفرج علينا، سيدة في سن كام يا باشمهندس ماجد للتذكرة؟ البروتوكول العالمي الطبي بيقول إن الست أما تتم 40 سنة تبتدي تعمل كشف دوري لنفسها، اللي هو عن طريق السونار والماموجرام. طبعا كل مستشفيات مصر من أقصى الصعيد لأقصى الشمال فيها هذه الوحدات، فاحنا بس نفسنا ان الستات تهتم بنفسها، لان الكشف المبكر يكاد يكون وقايه، او كاننا ساعات بنقول اكنه الست بتطعم نفسها ضد سرطان الثدي. يعني اي ام بيبقى عندها اهتمام شديد جدا جدا ان المولود بتاعها تطعمه التطعيمات في الاوقات المفروضه. فانت كمان اهتمي بنفسك من فضلك عشان خاطر عيلتك وعشان خاطر اولادك، واهتمي انك اما تتمي 40 سنه تعملي الكشف المبكر، وان شاء الله كلنا نطمن عليكي. وشكرا إن شاء جزيلا الله. لدعاء هاني. شكرا جزيلا باشمهندس ماجد حمدي، نائب رئيس مؤسسه بهيه لعلاج سرطان الثدي، وعمل زي الجرس كده، جرس كده يعني ايه، دخل الناس في الحلقه عشان يفكر كل السيدات. اخيرا دكتوره شيرين عطيه، اديني نصيحه للسيدات اللي عندهم اولاد في سن المراهقه. الحقيقه قلتي نصايح كتير هايله، يعني للتعامل الامثل يعني في سن المراهقه. يعني كبسوله سريعه كده من الموضوع كله. اول حاجه الحب، لازم نحسسهم بحبهم لانه ده اللي بيربطهم بينا. تاني حاجه الصراحه، نخليهم يبقوا صراحه معانا، نسمعهم ثم نسمعهم ثم نسمعهم، لان قبل ما نعاقبهم ممكن يكون عندهم اسباب للخطا اللي خطأوه، لانه ممكن يكون عندهم نيه ايجابيه بس هي طلعت كده. صحيح. فلازم ما نعاقبش قبل ما نسمع النيه الايجابيه ورا اللي هم عملوه، ونبتدي نصلح لهم مفاهيمهم. صحيح. ولازم الاحتضان والحب. الله، دي احلى حاجه، دي اهم حاجه. والحب ده يعني بيمسح طبعاً. اي غلطات، ما احنا برضو بنغلط. يعني انا والله فاكره بابايا دايما كان يقول لي حبيني هتسمعي كلامي، اهم من ان انت تخافي مني. ايوه، فانا لحد دلوقتي انا بقول انا بحبك وبحترمك. يا حبيبتي ربنا يخليكي. دكتوره شيرين عطيه، مدربه مهارات حياتيه، نورتيني. احنا لسه مكملين على الهواء مباشره، ننتظر.
اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. من اكبر النعم اللي يعني بنحس بيها، ويا رب نكون بنحس بيها، يعني النعم اللي ربنا يعني كرمنا بيها في حياتنا هي نعمه الصحه. الحقيقه انه في ناس كتير ما بتحسش بنعمه الصحه دي غير لما بتروح، غير لما يعيا. يقول لك يا شوف انا كنت في نعمه، كنت في نعمه وما كنتش حاسس بيها، ما كنتش بحمد ربنا عليها. دي كانت حاجه من المسلمات، يعني انه الواحد طبيعي بصحته. نشوف بقى حاجه تانية نقعد نعيط عليها ونتضايق عليها، واصله مش مديني فلوس، اصله مش مديني. اول بقى ما الصحه تروح نقول يا ده احنا كنا في نعمه كبيره قوي. فالحقيقه انه نعمه الصحه دي احنا لازم نصحى من النوم نشكر ربنا عليها، وشكر ربنا على نعمه الصحه يكون بالمساعده في علاج ناس تانية بصراحه. لانه طالما ربنا مدينا الصحه دي يبقى احنا نشكره بالمساعده في علاج ناس يعني نفسهم ربنا يشفيهم او نفسهم يتعالجوا. انا بيشرفني دكتور مصطفى فتح الله الداعيه الاسلامي والمتحدث باسم جمعيه البر والتقوى، واهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي وسهلا ومرحبا. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. نعم. والحقيقه انه في تاج تاني على رؤوس الاصحاء اللي هو تاج المساعده في علاج الاخرين. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أسأل الله بي يا رسول الله ولا أسأل أحد. قال: أسأل الله العافية. سيدنا العباس عم النبي قال: يا رسول الله علمني دعاء، عايز حاجة عالية. قال: أسأل الله العافية. اسأل الله العافية يا عم رسول الله، اسأل الله العفو والعافية. إذن أعظم الأمور العفو والعافية. العافية الصحة، والعفو من الله تبارك وتعالى. وزي حضرتك ما تفضلتي، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. يعني لما واحد يبقى ماشي كده بصحة قوية ما يحسش بصحته دي، لكن اللي يصح اللي يحس بيها اللي ماسك عكاز. فيعني من هذا المنطلق يبقى لازم الناس الأصحاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الصحة دائما في قلوب الناس وفي أجسام الناس، لازم أتصدق بأني أنا أتبرع، أخلي الراجل اللي بعكاز ده بعد فترة يمشي زيي، علشان يبقى فيه نوع من الحب، يبقى فيه نوع من التآلف. لذلك كان هذا هو الـ نقول إيه، الفكرة لعمل المستشفى. والمستشفى هي أو كما يقولون حتى في اللغة الإنجليزية هوستل، فيها نوع من الراحة أو حسن الضيافة. ولكن المستشفى كمان الأصل بتاعها هي بيت المريض. بيت المريض باللغة الفارسية المستشفى، الأصل كلمة فارسية. فما معنى المستشفى؟ هو المكان الذي يقيم فيه المريض ويحسن استقباله حتى يتعافى ويعود مرة أخرى ليكون عضوا فعالا في المجتمع. وأول مستشفى بنيت في الإسلام بناها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في غزوة الخندق حينما أقام المستشفى حتى إذا كان هناك أي من المرضى على طول يتم شفاؤه في هذا المكان. وعايز أقول إن دفع الفلوس للمستشفيات مش قائم بيه بس الرجال اللي هم الناس الأغنياء، لا، السيدات. وأنا عايز أقول لكل سيدة وكل إنسانة حابة إن هي تقيم المستشفى أو تتبرع، عايز أقول لها أن أول ممرضة في الإسلام كانت السيدة رفيدة الإسلامية الأسلمية، اللي كانت بتضمد جروح الناس. فإن كان حضرتك ما عندكيش القدرة أن أنت تروحي تضمدي وتشتغلي الشغلانة، لكن كون أن أنت بتبعثي مال علشان تبنى في المستشفى، فهذا هو قمة الخير. طيب حضرتك كلمنا بقى عن المستشفى اللي جمعية البر والتقوى بتبنيها في دمياط. نعم. هي اللي انا اعرفه مساحتها الحقيقه يعني مساحتها كبيره جدا ما شاء الله. نعم. هي المستشفى بتتخطى 700 متر تقريبا، وحوالي ستة ادوار. واحنا سبحان الله يعني ايه، حتى لما بنتكلم عن اي حاجه احنا مشروع بنعمله بنحاول ان احنا نترك كفاله ليه بعد ما ينتهي المشروع، علشان ما نفضلش ان احنا نقول يا جماعه عايزين نصرف على هذا الامر او هذا الشيء. بمعنى ان انا عندي ست ادوار، الست ادوار الهيكل بتاع الخارجي كله اتبنى الحمد لله، تم التشطيب النهائي. باقي عندي حاجتين، الحاجه الاولى اللي هي الاجهزه اللي هتبدا تتملي في المكان. طب الاجهزه ايه؟ انا عندي اسنان
كشوف اسنان، عندي امراض نساء، عندي عمليات، عندي طوارئ، وعايز اقول يا جماعه ان المستشفى للمسلم والمسيحي، طبعا. المستشفى لكل المصريين، طبعا. المستشفى للناس. فانا عامل دور واحد استثماري في خمس ادوار ببلاش بدون اي مقابل. علشان الدور الاستثماري دوت، في ناس بتحب ان هي ربنا يديهم الصحه والعافيه عايز يروح يتعالج بشكل تاني مختلف. فانا باخد الزائد دوت وببدا اصرف على الخمس ادوار التاني. فهنا يبقى حاجه بتصرف على حاجه. عندي كل ان شاء الله العيادات وكل التخصصات وحجرات العمليات على احدث مستوى. وهو ده اللي احنا بنقوله، عايزين نسرع بعلاج المرضى في هذه المستشفى في كل المجالات. طيب خلينا نشوف تقرير عن مستشفى البر والتقوى في دمياط ونرجع نكمل. انتوا شايفين دي مستشفى البر والتقوى التابعة لجمعية البر والتقوى المركزية. طبعا احنا بدأنا المستشفى دي من 2010 بفضل تبرعات المحسنين، كلها قايمة على التبرعات. المستشفى ده فيه كل التخصصات، من عمليات جراحية، في مركز غسيل كلوي، في حضانات أطفال، في عاملين حقن مجهري، مستشفى نساء كامل، عندنا أماكن الحجز طبعا عشان العمليات، في عندنا عناية مركزة. طبعا وصلنا للمرحلة دي ووقفنا لأن التبرعات قلت، حتى احنا زي ما احنا شايفين الصور عملنا جنب والجنب التاني لسه ما كملش لأن التبرعات قلت، وعايزين إن شاء الله في المرحلة الجاية على الأقل نشطب الدور الأرضي اللي هي العيادات التخصصية ونفتتحها عشان الناس تبدأ تستفيد من المبنى، لأن طبعا من 2010 لحد دلوقتي 10 سنين لحد الان ما استغلنا المبنى، ما اشتغلش ولا استفدنا منه اي حاجه. فعايزين بفضل تبرعاتكم واحسانكم نكمل المبنى ونفتح المستشفى عشان الغلابه يستفادوا بيها، وربنا يجازي كل واحد شارك في المستشفى، وعايزين نكمل مع حضراتكم ان شاء الله. هي صرح كبير في المنطقة اللي هي مبنية فيها، وهي الحقيقة مبنية كلها بالتبرعات. نعم نعم تمام. ويعني فكرة إنه اللي فاضل كتير برضو، يعني نعم. الأجهزة طبعا. والجهاز طبعا. الواحد يعني بيتعدى في أجهزة بالملايين، 300,000 طبعا. طبعا طبعا. ف يعني التبرع بقى، يعني ممكن حد بقى يقولك لا دي كتير عليا، يعني انا يعني يستصغر المبلغ اللي هو ممكن يكون بيقدمه، يقولك ده يعني هيعمل ايه في مستشفى كبيره او في جهاز ثمنه نص مليون مثلا، المبلغ اللي انا معايا 100 جنيه معايا 300 جنيه معايا 1000 جنيه، يعني هيعملوا ايه في حاجه زي كده؟ انا عايز اقول لحضرتك ان لو تبرع بثمن حجر يتحط في البناء عشان يبني هذا المستشفى فيوزن له هذا الحجر يوم القيامة عند رب العالمين، وموازين الدنيا غير موازين الله سبحانه وتعالى في الحسنات. دي نمرة واحد. الأمر الثاني، احنا في حاجات أقل، انت لو جبت لي حتى ترابيزة صغيرة يتحط عليها أدوية أو علاج، أو جبت لي انت واثنين ثلاثة اشتركتوا في كرسي يتجر للناس المرضى، او سعادتك وسعادتك ربنا يسعدكم ويديكوا الصحه، انا مش عايز الجهاز ابو نص مليون جنيه، لكن عايز السرير اللي بينام عليه الفقير حتى ولو قعد ليله واحده بس ياخد حقنه من كتر الاه بتاعته لما يرتاح من الحزن، ويرتاح بعد ما ياخد حقنه وهو في الطوارئ ياخد حقنه عشان يرتاح وينام. الله الله لما هذا الرجل يقوم معافى ويدعي للمستشفى، يدعي للي بناها، يدعي للي عمل السرير دوت عشان ما ينامش على الارض. يبقى انت دلوقتي جاي، يعني كمان التبرعات ممكن تبقى عينيه مش بس فلوس، كرسي بعجل، سرير او ثمن كرسي بعجل، سرير، خدت بالك؟ اي حاجه من مستلزمات المستشفيات، اي حاجه، حتى لو واحد جاب كيس قطن وقال يا جماعه دي
لان ده الشاش والقطن ده على طول احنا ندخل المستشفى يقول لك كذا كذا بكذا شاش وقطن بكذا تمام. يعني مثلا اقول لك ايه، وبعدين السيده عائشه كانت بتعمل حاجتين، كانت لما تيجي تتصدق تحط الصدقه على المنضده يعني قدامها كده، ليه؟ حتى اذا جاء الفقير ياخذها اخذها من اعلى الى اسفل، يبقى ايده عاليه، يبقى عنده نوع من الهمه وطاقه ايجابيه، هم دول دكاتره الطاقه. تمام. ايه الحاجه الثانيه؟ لو كان معدن او حاجه هنبدا نتعامل بيها، هي بتاخدها تحطها فين الاول؟ بتحطها في المسك والعود. طيب ليه؟ وطيبها. وطيبها ليه؟ لانها توضع في يد الله قبل الفقير. اذا يبقى انا لما بجيب قطن بحطه، يبقى انا بعمل كده ايه؟ بعمل تجاره مباشره مع ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما انت بتزود كل ما ربنا بيكرمك، كل ما بتزود ربنا بيكرمك. الـ 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 الاموال الكثيره من فضل الله عطاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن فيها حق معلوم للسائل والمحروم. فالسائل دوت اللي هو الفقير، والسائل ده ممكن يدخل المستشفى، والمحروم اللي هو معهوش خالص. ده يكفي ان حضرتك الناس اللي بتخش في المستشفى عشان تقعد يوم واثنين وثلاثه، والمستشفى بتعمل لهم مطبخ كبير علشان تعمل لهم وجبات اكل وشرب، يبقى هنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبقى في ناس ممكن تطعم الناس ديت اللي هم المرضى، وفي ناس ممكن تجيب لهم ادوات، وفي ناس ممكن تجيب لهم معدات، وفي ناس ربنا يكرمها وتجيب اجهزه. اجهزه النهارده لما يكون مثلا في جهاز اشعه تشخيصي لمرض، عفوا يعني نسأل الله العفو والعافيه، السرطان. النهارده انت في قريه، والقريه دي يعني عشان اوصل للمدينه في ناس بتكسل. فانا دلوقتي النهارده لما تكون دي قدامي ويحصل كشف مبكر لمرض السرطان، يبقى انا عملت ايه؟ عملت شفيت واحد من فضل الله سبحانه وتعالى عشان يبقى في وسط عياله، حتى لو هو راجل فقير يقدر يشتغل ويأكل عياله. يبقى انت بتعمل ايه؟ ده انت بتعمل حاجه الحاجه الحاجه، وانت ما تعرفش في الاخر ان هي وصلت للناس ازاي. هي المفروض في دمياط، لكنها بتخدم يعني دمياط الجديده وكل بقى المحافظات اللي حواليها. شوفي حضرتك التصوير جاي من طياره هليكوبتر بتطوف حوالين المكان. لا انا مش هركز على المستشفى، شوفي حضرتك كميه الخضار اللي موجوده حوالينها، يعني هي كمنطقه، وبعد كده شوفي كمية البيوت أو المدينة اللي هي إذن يبقى هي المستشفى الجامعة. طب أنا ليه يعني عندي هنا زي ما قلنا قبل كده، يبقى عندي مستوصف هنا في أوضتين ومستوصف هنا في أوضتين لا أنا أعمل مستشفى كبيرة تبقى هي المستشفى الجامعة، هي اللي فيها كل الأجهزة الحديثة وفيها كل حاجة. وزي ما قلنا إن الاستثمار فيها هو اللي بيصرف بعد كده على العلاج الاقتصادي. تمام. بحيث إن أنا بعد ما أقفل المستشفى وتتسلم للأطباء، اللي أنا طبعا النهاردة صرح زي ده 6 أدوار هيشغلي على الأقل 200 طبيب، هيعمل لي حوالي 1000 تمريض. الناس هتشتغل، الأهالي دمياط نفسهم اللي هيشتغلوا. يبقى أنا دلوقتي بخدم بلد، بخدم بلد كاملة، إن أنا بعمل لهم صرح طبي يحافظوا عليه، ويبقى سهل إن الناس تستشفى فيه، ويبقى صدقة جارية بقى لكل من يقوم بهذا العمل من فضل الله. طبعا بمناسبه الصدقه الجاريه، من اهم الصدقات الجاريه هي المياه الجاريه. طبعا انك تعمل مياه جاريه يعني تخدم اهل المنطقه، وما تبقاش حاجه يعني مش جراكن هنملاها وهتخلص. مش فكلمي عن فكره حفر الابار في جمهوريه المنطقه العربيه. انا هتكلم مثلا في المستشفى، المستشفى ملحق بها كميه من الابار محفوره ميه علشان لو في لا قدر الله الميه قطعت او حاجه، يبقى في خزانات وتنكات ميه. فانتم مخدمين عليها، مخدمين عليها في مساله الابار. وميه نقيه، خدت بال حضرتك، دي نمره واحد. طيب هنخرج بره المنطقه، منطقه دمياط لو المنطقه مثلا ما فيش فيها ابار، لا بنزل انا بقى في الاماكن الصحراويه، الاماكن اللي فيها محتاجين ان احنا نحفر ابار عشان الناس تاكل، عشان الناس تشرب. لان انا مش قادر اقول لحضرتك يعني في ابار كتير جدا في حياتنا. ولازم نعرف ان بئر زمزم، هذا البئر الذي لن تنضب ماءه الى يوم القيامه، لان الذي ضربه سيدنا جبريل، خدت بال حضرتك، ففيه البركه وفيه الخير. لولا بئر زمزم ما كانت الحجيج. يعني النهارده واحد يقعد شهر كامل ما فيش ميه وهو في حج، لكن جاءت ماء زمزم ليسقى منها الناس
إلى يوم القيامة. إذن يبقى بئر مية عمل حياة. صحيح. وتخيلي حضرتك الناس القبائل لما تأتي تستأذن أمنا هاجر وسيدنا إسماعيل قاعدين شوية علشان نشرب من ماء زمزم. دي ده بئر في مكان ده، في بئر تاني اتبنت فيه قصة لطيفة قوي، نقول قصة لسيدنا موسى وهو تحت الشجرة، ربي عمال يدعي يقول يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تحت شجرة وفي هناك كمان بئر والناس كلها في بئر مدين والناس كلها بتسقي، بس في زحام شديد. وده ربنا ادهولنا في القرآن المثل دوت علشان نشوف وفي أمة من الناس بيشربوا منه. طب القرآن هنا ادانا برضو لمحة ان احنا ما يبقاش أمة ناس كتير زحام مشكلة كبيرة علشان نشرب، لا نزود عدد الآبار عشان الناس تسقى والناس تبقى عايشة في 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 راحة طيبة. بئر البئر سيدنا عثمان اللي اشتراه من اليهودي عشان يشرب المسلمين، يا سلام، نهر جاري. ويمكن قلنا قبل كده كتير ان احفر بئر في الدنيا هتشرب منه يوم القيامة يوم العطش الأكبر. فكلنا كلنا يبص لليوم دوت ويشوف الخير دوت. دي شربة مية، يمكن حضرتك تقدمتي وقلتي ان شربة مية يشربها انسان، يشربها حيوان، يشربها انس، يشربها جن، يشربها طير. بطبق مية انا بحطه كده في حر يبقى معدي طائر ويهبط عندي في البيت ويشرب من المية ديت. تخيلي يبقى صديق البيت كمان. يبقى الطيور دي كلها جاية البيت كده بتدي نوع من البهجة في المكان، غير الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدهلنا علشان احنا بنطعم خلقه بنطعم. طيب انتوا عاملين مبادرة الحقيقة ومبادرة ضخمة جدا اللي هي 1000 بير. نعم. يعني انتوا عايزين توصلوا لعدد معين قبل رمضان؟ انا عايز اوصل ايدي في ايدك يا غني نسقي الفقير. انا عايزك لما يجي في رمضان ساعة المغرب يقول بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا. والافطار زي ما حضرة النبي قال لنا حتى ولو على شربة ماء. تخيلي حضرتك اني انا اطعمت، مش هقول اطعمت بقى، لا ده انا فطرت صائم. فله أجر من إيه؟ من أفطره. يعني أنا في 50 واحد النهاردة شربوا من بير شهر رمضان، أو القرية دي فيها 500 واحد، و500 واحد شربوا من المية اللي سعادتك حفر لهم البئر فيه، ف500 يبقى أنت خدت جزاء 500 صائم في يوم من أيام شهر رمضان. تخيلي حضرتك، يعني أنا بصوم 30 يوم، ال30 يوم بيتحسبوا لي بنعم الله سبحانه وتعالى بأفضل الله، واضيف على ال30 يوم دول 500 في كل واحد، يبقى 500 في 30. الله ما شاء الله، انت صمت رمضان كم؟ يعني احنا تربينا على فكره واحنا صغيرين الكولدرات والحاجات دي كانت جنب الجوامع جنب المدارس. جنب كده، فالفكره بتاعت انه الناس تعمل ميه في الشوارع دي موجودة. أنا عايز أقول إن دي في قلب أهل الخير يعني. ده المصريين بيحبوا جدا ده. بيحبوا جدا سقيا الماء. المصريين كمصريين بقى، دي أنا بقول لك. ما أعرفش، هو طبعا لأن نهر النيل مؤثر طبعًا علينا كلنا. فكلنا بنحب بعض وكلنا عارفة حضرتك، يعني أنا في واحد جاري عامل كولدير قاعد جنب منه، كل ما واحد يجي يشرب كوباية ماء يقول له ادعي لي ادعي لي، ادعي للي عمل ده، ادعي لوالدي اللي عمل الكولدير دوت. واول ما يحصل مشكله في الكولدير ويجي معدي حد من الناس ما شاء الله، ايه في ايه الكولدير، يقول له عطلان الميه الساقعه واحنا في شهر حر. يقوم الراجل اللي معدي يروح يصلح الكولدير علشان الناس، يبقى اللي حتى اللي صلح الكولدير خدت بال حضرتك خد نفس ثواب اللي حفر وبنى وعمل الكولدير دوت، ان كان بئر او ان كان حنفيه مية جارية أو باردة. جميل. يبقى إذن يعني إحنا عندنا النهاردة يعني نلخص كده سريعا المستشفى. نعم. وعندنا أبار المياه وكلاهما يعني بابين محترمين جدا. نعم. أو مصرفين محترمين جدا من مصارف الصدقات طبعا والزكاة. صدقات زكوات كل الحاجات ديت. وبعدين جارية
مش صدقه الواحد هيموت وخلاص، لا دي جاريه للناس كلها. فاسال الله سبحانه وتعالى ان احنا قبل رمضان نوصل للألف بير ان شاء الله واكثر من ألف بير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان العشر سنين اللي فاتوا في 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 كفاح لبناء المستشفى صحيح. ان احنا سنه سنتين كمان وتبقى الله. الدنيا باذن الله طيبه جدا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور مصطفى فتح الله الداعيه الاسلامي المتحدث باسم جمعيه البر والتقوى، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بعد الفاصل فقره طبيه مسجله، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله. سلام. اهلا بيكم مشاهدين. مين فينا ما دخلتش مره كده تاخد شاور وطلعت كده وشعرها جميل ومبلول وناعم، وبعدين شويه كده بص كده معديه كده من قدام المرايه لقيت كائن غريب هايش الشعر، الشعر ساعات بيهيش بيعمل حاجات شكلها يهلك من الضحك، وساعات مثلا واحنا في الساحل ما تفهمش فيه بيحصل الشعر بيهيش كده، فمنبقاش عارفين يعني الهيشان ده جاي منين، من تغيرات الجو ولا من عدم الاهتمام ولا بيبقى ايه، وبيبقى نفسنا الشعر كده يبقى ابن ناس كده، يعني احنا مسرحينك فخليك ابن ناس كده ومتسرح وشكلك، ايه الهيشان والطلعان والحاجات دي بتطلع من ايه؟ هنسال بقى خبيره التجميل وخبيره الشعر نجلاء سرحان خبيره التجميل والحاصله على دبلومه التجميل والليزر ومدير شركه اورجانيكا جروب. اهلا يا نجلاء. اهلا بيكي دعاء. ايه نجلاء موضوع الهيشان اللي بيحصل ده؟ ده موضوع مجنن كل ست طبعا. انا عايزه لا لا وبعد ما نلم وبتاع تلاقي في حته كده طلعت كده، ده لازم شعر المقصف، كل الشعر المقصف لانه بيبقى المفروض ان هو بيتقصف نتيجه ايه بقى؟ يعني التقصف والهيشان ده بيجي نتيجه، وكل مره بقول يا جماعه ما نغسلش شعرنا كتير، ولو لما نبقى موجودين في الساحل لازم يبقى في سيستم كده عنايه بالشعر، اللي هو ان انا احط سيرم قبل ما انزل، يعني احافظ احاول بقدر الامكان اكافير شعري عشان ابعده عن اي حاجات فيها املاح او ميه ضاره او شمس ضاره او اي حاجه من دي، العوامل الجويه عموما. طبعا ده غير بقى ان حدث ولا حرج عن السشوار والمكوه والصبغه الكتير، طبعا الناس اللي كلها بتروح الساحل في ناس بتصبغ طبعا، فالصبغات الشعر مع طبعا الشمس مع الميه مع الكلام على طول، فاضرب بسبراي او اضربي بكريم او في حاجه واقفه هنا كده خلاص. انا عايزه طبعا احنا المفروض ان احنا نعمل سيستم معنيه بالشعر. طبعا عايزه اقول لك ان الهيشان بقى والتقصف ده بيتبعه ايه على طول؟ تساقط. يعني اول ما الشعر الاقيه هايش وناشف، يعني ده معنى كده ان هو مش واخد غذاء كفايه او مش واخد عنايه كفايه، فابدا ان انا الشعر يبدا ينزل عندي. المفروض طبيعي ان انا اعتني بشعري، اهتم بيه. اهتم بيه ازاي؟ ان انا استخدم كورس علاجي ليه. المفروض الطبيعي ان انا استخدم شامبو طبي، وقلنا يا جماعه الشامبو الطبي مهم جدا والله جدا، ان هو بيغذي اصلا الشعر، هو بيبقى مخصص لكده، مش مخصص بس مجرد ان انا بنظف شعري او مجرد ان انا بضيع قشره وخلاص، لا هو بيبقى كامل كله في عناصر كلها كامله ان انا اقدر اغذي وفي نفس الوقت اقدر اضيع الهيشان والتقصف ده واحده واحده طبعا بالغسيل اللي هو المستمر، ان انا اغسل مرتين بس في الاسبوع لو شعري جاف او عادي، لو شعري دهني اغسله 3 مرات طبعا، عشان الدهني طبعا بيربي بسرعه حاجات كلها دهنيه في الشعر فبيؤدي الى ان هو بيعمل قشر، فلازم اغسله على الاقل 3 مرات في الاسبوع. طيب اسباب بقى او ان انا احل المشكله ازاي دي، ان انا المفروض ان انا الطبيعي استخدم زي ما قلنا كورس عنايه بالشعر. احنا عملنا في شركه اورجانيكا جروب، عملنا سيستم كده، عملنا فيه بالانس بقى، يعني توازن كده ما بين كل العناصر اللي موجوده في المواد الطبيعيه، يعني جبنا خلاصات طبيعيه، تركيزات عاليه. ويعني ايه تركيزات عاليه؟ انا عايزه اقول لك ان في ناس بتروح عند عطارين انا عايزه زيت كذا وزيت كذا، اولا الزيت مش الاكسبير حتى بتاعه مش معروف ايه، مش معروف اذا كان معصور على البارد او على السخن، لان احنا عندنا بعض الزيوت اللي لازم تكون معصوره على البارد زي زيت الزيتون وغيره. طبعا عندنا بعض الزيوت، وطبعا تلاقي ناس يقول لك حاطين كل الزيوت على بعض ويعملوا لها حمام دافي على النار، طبعا ده غلط. في زيوت اصلا ما بتبقاش محتاجه انها تتسخن، المعالجه نفسها غلط. طبعا طبعا، يعني ان انا احط مجموعه زيوت، انا مش عارفه انا بحط زيت ايه اللي بيعلي لي الترطيب، مش عارفه بحط زيت ايه اللي ممكن يخليني الشعر عندي هايش او مقصف. المفروض الطبيعي ان انا اعتني بشعري، استخدم حاجه يا ريت تكون مخصصه لده، يعني بلاش الوصفات دي، يعني وصفات الطبيعيه ما كانتش هتضر، ما كانتش مش هتنفع، مش هتضر، بس المفروض ان انا استخدم حاجه ابقى عارفه ايه، لان احنا بنبقى حاطين نسب معينه بتشتغل على الترطيب، نسبه ثانيه بتشتغل على التقصف، نسبه ثانيه بتشتغل على سمك الشعرايه، حاجه ثانيه بتشتغل على ان انا اكافير الشعرايه من بره واحميها من العوامل الجويه. تمام. طبعا الحاجات دي كلها مهمه.
طبعا احنا عملنا مجموعه زي ما قلت لك، المجموعه اللي هي الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر والتقصيف والهيشان وكل ده. عملنا ايه فيه؟ ان احنا جبنا شامبو طبي بخلاصه الكافيين، والكافيين فيه تركيزه عالي. طبعا في ناس تقول لك طب ما انا اعمل قهوه زي ما انا شفت بعض الوصفات، اعمل قهوه واحط بقى على شعري. لا طبعا ما ينفعش، انت عايزه لك ولا 60 70 فنجان قهوه؟ مفيش الكلام ده خالص. وبيض وحاجات كده. مستخلصات القهوه والكافيين المفروض انها بتستخلص بطريقه معينه، عن طريق مصانع وعن طريق ناس موردين، وعن طريق ان الحاجات دي بتبقى مستورده وجايه كلها بتبقى بطريقه معينه بتكنيك معين. مش المفروض ان انا اروح اسمع اي حاجه فالله ده هتجيب لي نتيجه او مش هتجيب لي نتيجه وبعد كده ما بلاقيش نتيجه. شامبو خلاصه الكافيين طبعا في مجموعه من الزيوت الطبيعيه، في برضو فيتامين اي واي، حاجات كلها منشطه لبصيلات الشعر وبيعمل زي ريفريش كده للشعرايه وفروه الراس بيجددها. يعني فيتامين اي واي بيجددوا فروه الراس. طبعا ده الشامبو. طب اللوشن بقى، انا عندي ناس شعرهم بيحصل لهم فراغ، بيحصل لهم اذا كان في بقى ناس خلطين ما بين الصلع الوراثي والتساقط الوراثي. في تساقط وراثي، في صلع وراثي. الصلع الوراثي ان انا شعر بلاطه خلاص دي زرع. طيب التساقط الوراثي ده المفروض ان شعري بينزل كتير، طب انا اقدر اعالجه واقدر احافظ على البصيلات اللي موجوده عندي لسه ما انتهتش؟ ان انا اقدر استخدم لوشن. اللوشن ده اللي هو في مجموعه اورجانيكا جروب. اللوشن ده يعني عايزه اقول لك مليان مجموعات وخلاصات طبيعيه، زي خلاصه الكافيين قلنا ان احنا نحطها برده بتركيز عالي لانها بتسرع نمو الشعر. طيب ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن حطينا فيه قصدي مضادات اكسده زي القهوه الخضراء. القهوه الخضراء مضادات اكسده للشعر طبيعيه. طب في فيتامين اي واي، في خلاصه الجينسنج اللي بتنشط وهي اصلا منشط عام للدوره الدمويه. نشط الدوره الدمويه توصل لحد بصيلات الشعر، بتوصل لها الاكسجين والميه علشان خاطر البصيله نفسها يحصل لها عمليه احياء تاني اللي هي طبعا عندها خمول الشعرايه. طيب عندي كمان خلاصه محطوط عليه زيت التيتري اويل، وده من الزيوت الطبيعيه اللي المفروض ان هي بتطهر فروه الراس من القشره. في زيت بذره العنب. عايزه اقول لك في خلاصه ماده السوبالميتو، ودي ماده بتكافح بقى التساقط الصرع الوراثي اللي هو هرمون الدي اتش تي. المفروض ان هو ده اللي بيبقى المسؤول عن تساقط الشعر. طيب عندي مجموعه من الزيوت الطبيعيه زي الارجان والجوجوبا، زيت بذره الكتان، زيت الزيتون، زيت جوز الهند. بنحط كل الزيوت اللي بتشتغل على ترطيب الشعر. الحاجات دي الزيوت والحاجات دي بنجيبوها منين؟ المصادر الطبيعيه طبعا بنجيبها اصلا مستورده كلها، وبنجيبها كل حاجه من بلدها. يعني كل زيت بيجي من بلده. عايز اقول لك ان هو التركيز بتاعه كمان بيفرق. ويمكن انا قلت في حلقه من حياتي ان شاء الله يعني المرات اللي جايه هصور تقرير اشرح فيه للناس الزيوت الطبيعيه من الزيوت اللي هي ازاي نعرفها من بعضها، ازاي اعرفها دي من دي. لان انا عندي زيت جوز الهند مثلا، احنا زيوت جوز الهند المستخلص بتاعه ما بقاش سايل. في ناس بتشتريه من بره سايل تلاقيه سايل. لا زيت جوز الهند مش كده خالص. هو لو اتحط مع زيوت تانية ممكن يخففوا بعض، لكن هو لوحده خام عامل زي السمنه البلدي. لازم بتحطيه في ايدك ما بين ايديك، تحطيه في ثلاجه كده يدوب كده. هو ده الزيت الاصلي. وريحه طبعا جوز الهند فيه بتبقى قويه جدا. طبعا عايزه اقول لك بقى احنا حاطين مجموعه تانية من الزيوت الطبيعيه كلها بتحافظ على الشعر وبتزيد من سمك الشعر. اكليل الجبل، زيت الزيتون، بذره الكتان. عايزه اقول لك ان زيت بذره الكتان هي لانبات الشعر. هي لانبات الشعر طبعا. ما بيتحطش طبعا لوحده، ما رش كده انا لا، لازم بيتحط عليه مواد بتاكتفه او بتاكتف المواد اللي موجوده فيه بحيث ان هو يشتغل على الشعر نفسه والبصيلات نفسها. الست دي بستخدمها ازاي؟ بغسل شعري مرتين في الاسبوع بالشامبو، وبعد كده ابدا ان انا احط اللوشن ده على المناطق اللي فيها فراغات. يعني يمكن هتلاقي في صور معانا هتوضح الفراغات اللي هي هتبقى المفروض ان هي فاضيه. ابدا ارش عليها اللوشن وابدا ادلك الشعر في مساج كده، وبعد كده بسيبه من 5 بخات لـ 8 بخات الصبح، 5 بخات لـ 8 بخات بالليل. وابدا ان انا اعمل برده حمام زيت مره واحده في الاسبوع. طب هو انا ممكن استخدم الزيت لوحده؟ ممكن استخدم الزيت لوحده، مش حمام زيت، ممكن استخدمه عادي على الشعر بس ما اجيبهوش على البصيلات. طب انا عايزه اعمله حمام اجيبه على البصيلات. تمام. وطبعا لازم يتحط على شعر نظيف. بس طيب بعد وقت قد ايه دي الصوره هي نزلت؟ بعد وقت قد ايه يبتدي بقى البيبي هير يطلع؟ بصي. يبتدي بقى التقصف، الهيشان ده يبتدي يخف بعد وقت قد ايه؟ بصي زي الحاله دي مثلا عندنا
المفروض ان هو الطبيعي كان عنده تساقط او عندها تساقط شديد. المفروض ان هي التساقط بيبدا يحس من 20 يوم. مش معموله بالجرافيكس يا لا خالص ولا اي استحالة. حاجه على فكره عندنا حالات اوريدي هنشوفها بعد كده مصورين معاها طلع لها البيبي هير وبتشرح البيبي هير عامل ازاي. عايزه اقول لك ان دايما تعلق على الحاله تقول الكلام ده صح يا دعاء الكلام ده طبعا اكيد طبعا احنا حاطين عليها كمان اللوجو بتاعنا اللي هو مش هينفع تتاخد لان احنا كل حاله من دي بنصورها ومش هينفع تتاخد عشان محدش ياخدها مننا. بصي الحاله دي بتاخد قد ايه بقى؟ من 20 يوم بتبدا تحس تدريجي ان التساقط قل. طيب امتى اطلع بيبي هير؟ من 3 شهور لخمس شهور، بس في ناس بعد شهر ونص بدا يطلع لهم بيبي هير حسب الشعر. بس انا بقول دايما دوره حياه الشعرايه الالتزام وكده دوره حياه الشعرايه 3 شهور. فعلشان خاطر ان انا يطلع عندي النتيجه دي بصي الفراغ هنا وهنا. على فكره في ناس اوريدي على الصفحه مصورين نفسهم وبعتين صورهم كمان. يعني في ناس بعت لنا في الانبوكس جوه في ناس اصلا مصورينها وحاطينها بره على الصفحه نفسها. بصي الفرق عامل ازاي. بصي هنا كان في فراغات، ده اللي انا بقى بقول لك عليه تساقط وراثي اللي هو الشعر بيبدا يفضى يبدا يبقى فيه فراغات. طيب البصيله موجوده عندي فاقدر ان انا اديها منشطات طبيعيه بعيد عن اي ماده تانية. في مواد تانية موجوده في السوق، مواد المينوكس دي اللي هي زي الفورمالين والحاجات دي، المفروض ان هي بعد ما بتبطليها بتلاقي الشعر عندك بدا يقع. وطبعا بصي الصوره دي صوره قبل دي بعت لنا قالت دي صوره ليا قبل وبعد استخدام مجموعه العنايه. دي بالظبط اهيت قبل وبعد. بصي الفرق عامل ازاي. فكل الحالات اللي عندنا الحمد لله لقت لان انت بتستخدمي حاجات طبيعيه بقى. يعني الخلاصات الطبيعيه دي بتركيزات معينه بكل حاجه فيها نسبه، وخصوصا ان هي كلها بص دي عندنا ريفيوهات على الصفحه. شكرا على المصداقيه اللي عندكم. انا بستخدم العلاج للتساقط من مده قصيره جدا بس فرق معايا مفيش تساقط، وكمان اضع القشره مع اني مش ملتزمه بطرق الاستخدام اليومي عشان ظروف الشغل، وان شاء الله مش اخر تعامل، واول ما اوصل لنص العبوه هطلب تاني باذن الله. حبيت اشارك فرحتي بالمنتج معاكم. على فكره دي نفس البنت اللي بعت الصوره. فهي حبت انها تبعت لنا دي بقى حطها على الصفحه بره. فرق معايا جدا قبل وبعد، وان شاء الله هستخدم منتجاتكم ربنا يجازيكم خير. هنا انتوا كاتبين راي عميله في منتج تساقط الشعر وملء فراغات الشعر والشعر من 3 لـ5 سنتي في الشهر. وصور قبل وبعد استخدام كورس العلاج الثلاثي لتساقط الشعر، والعميلة طلع لها بيبي هير دايما عند حسن ظننا وملائنا الكرام. عايزة اقول لك ان هي طلع لها بيبي هير قدام، شايفاه؟ شايفه الحته دي وشايفه دي، هي مصورة نفسها قبل وبعد. على فكرة كل العملاء بياخدوا المنتج يصوروا نفسهم قبل ويستنوا بقى يشوفوا النتيجة بعد عشان هي خلال تشوف كمان لنفسها عشان هي تقدر. ده الصح على فكرة ان انا اصور نفسي قبل وبعد شوية اصور نفسي او اصور نفسي في المراحل عشان احس فعلا بالفرق واحس طبعا ان شعري طول. عايزه اقول لك ان المواد اللي فيه بتسرع النمو وكلها مواد طبيعيه. احنا ليه نستخدم مواد كيميكال لما موجود عندنا مواد طبيعيه؟ تمام. فعلا بتحفز البصيلات وبتنشطها على انها تطول. طيب هو انا بعد ما بطل الكورس شعري هيقع؟ لا، لو استخدمت الروتين اليومي بتاعي صح ان انا احافظ على شعري، ان انا اعمل له حمام زيت حتى على الاقل مره في الاسبوع، وان انا استخدم الشامبو مرتين في الاسبوع، وان انا ما سرحش شعري وهو تحت شاور. يعني انا باخد شاور وشعري مبلول ما شاء الله تلاقي الناس عماله تسرح تسلك شعرها تحت الميه، ده غلط جدا على فكره. بتلاقي كميه الشعر اللي نازله اكتر من ما انت بتسرحيه وهو المفروض ناشف. لازم يبقى ناشف. طبعا لازم هواء سخن هواء بارد كده او منشفه براحه، وما افركش بالمنشفه لان انا برده ما بفرك فرق. لا ما بفرك برضو بقصف، ما هو انا كل ما الشعر ده المفروض امال ننشف ازاي؟ كده بالطبطبه اضغط عليه بالراحه اطبطب عليه. لا لازم فرك ده انت بتشيلي كل اللي عليه. بتشيلي كل الدهون اللي عليه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها او ان احنا بيتم افرازها على الشعرايه نفسها. طيب احنا طبعا انت عندك مجموعه ثانيه لعلاج الشعر المجعد، بس خلينا نشوف الاول فيديو. انتوا عملتوا فيديو طويل علشان تشرحوا ازاي الشعر بيتنقل من مرحلة الشعر المجعد للشعر المجعد الهايش المقصف لترميم الشعر نفسه. خلينا نشوف وتعلقي عليه بعد ما نخلص. انا اسمي رنادة، كنت عايزه اكلمكم النهارده عن تجربتي مع شعري الفظيع ده. وانا صغيره كان شعري ناعم وما كانش فيه اي مشاكل لحد ما دخلت فتره البلوغ وكده، وطبعا
الفترة دي بنعدي فيها بتغيرات رهيبة حتى على الشعر. أنا من الناس اللي أصرت على شعري وبشرتي، بس كنت عايزة أكلمكم النهاردة على شعري. هو كان تقيل وناعم وطويل لحد ستة ابتدائي بالظبط، ابتدى بقى تغيرات مرة واحدة كده، تقصف كتير، باجي أمشطه يروح متقصف من نصه يبقى متقطع زي ما أنتوا شايفين هنا. التساقط كتير قوي وما كانش عاجبني خالص، حتى اللي هنا دول يعني زي ما نقول كده الشعر ابتدى يرجع لورا وبقى شكلي مش لطيف خالص. طبعا كأي بنت تينيجر بتحب ان هي تسيرش كتير على اي بقى مواقع سوشيال ميديا وكده، فليا اصحاب كتير كانوا بيحكوا لي عن تجارب مع شعرهم منتجات كتير قوي. ما بحبش ان انا اروح اجرب حاجه كده مره واحده مجرد ان انا سمعت مره واحده، بحب اشوف كذا نتيجه قدامي. ده اللي انا عملته، كنت طبعا سيرشات كتير جدا، جيت في الاخر سمعت عن مجموعه اسمها اورجانيكا جروب، شفت المنتجات بتاعتها، شفت كذا فيديو ليها، ولقيت كمان في ريفيوز حلوه قوي على النت وكده. حبيت ان انا يعني مش اقول لكم ان انا هجرب وان انا استسلمت مره واحده ان انا هدخل في التجربه واقول لا انا هجرب المره دي. بعد الحاجات وان انا شفت الفيديوهات وشفت الريفيوز لقيتهم بيحطوا كلام حلو قوي شدني، ان المنتجات بتاعتهم زيرو فورمالين، وانا عارفه اضرار الفورمالين يعني فظيعه جدا، بتقطع الشعر وبوظه، بتوقعه، لو شعرك تقيل تيجي بعد الجلسات بتاعتك تلاقيه خف خالص وراح، فزيرو فورمالين وكمان مؤكد من وزارة الصحة، فيعني حسيت ان انا مطمنة ممكن اجرب ده. وعشان هو زيرو فورمالين فانا حبيت ان انا يعني اتشجعت ليه ان هو ممكن ما يأثرش حتى لو على شعر بيبي. انا شعري يعني المنتجات اللي هيبقى فيها فورمالين بتبقى الشعر اللي هو محتاج حاجات تقيلة تفرده وتنعمه، لو الشعر اللي هو يعني اللي هو المجعد قوي. انا شعري مش كده، انا شعري خفيف ناعم، ولكن المشكله بتاعته ان هو مهلك جدا، متقصف خالص وكده، ما بيستحملش حتى اي كيميكالز. لو المنتج اللي انا هستخدمه فيه كيميكالز انا مستحيل اجربه. فده علشان كله يعني حاجات طبيعيه كلها اورجانيك، فقلت ممكن اجرب، وممكن بقى تستنوني لما قبل. انا بحب اوريكم بس كده تجربتي معاه، وهم قالوا لي الكورس مدته 4 شهور، فممكن تستنوني لغايه ما اجرب كده واقول لكم. رجعت لكم مع تجربتي مع فرد وترميم الشعر من أورجانيكا جروب. النتائج هايلة جدا، مفيش أي مضاعفات. اتأكدت بنفسي بقى إن هو فعلا مفيش حاجة اسمها فورمالين في المنتج ده، لأن أنا شعري أصلا ضعيف، فلو كان في بس يعني حاجة قليلة من فورمالين أكيد شعري ده كان اتدمر. أنا فتلة شعري ضعيفة خالص، خوفي خلاص راح على شعري دلوقتي، يعني مرتاحة أكتر ومطمنة أن أنا يعني هكمل مع المنتج ده. أنا كنت بستخدم المجموعة بتاعت جولد. أنا حسيت يعني أنا قريت الحاجات المكتوبة فيها وحسيت أن دكتورة نفسي كده، أنا فعلا الحاجات اللي هي مكتوبة فيها حسيت أن هي أنا بعيني من كذا، بقرأ الكلام اللي مكتوب عليها ده هيساعدني، واستخدمته فعلا. يعني أنا بعيني مثلا من تقصف وتساقط، الشامبو بستخدمه طبعا بغض النظر عن ريحته التحفة، بيبقى حلو جدا، ومعايا كمان كان في سيروم برضو تحفة جدا. دايما كنت بعد ما باخد الشاور شعري ده بلاقيه يعني بينفش خالص، فالسيروم كان بيظبطه، وكمان هو يعني ما بقاش يقع زي الأول، فبالتالي كده التقصف هيروح واحدة واحدة. المفاجأة ان انا رجعت لكم بعد شهر واحد بس، انا كنت قايله لكم 4 شهور، ده بعد شهر واحد بس، ف يعني انا حاجه مذهله جدا ان انا ارجع بعد شهر واحد بالنتيجه دي. مش متوقعه ممكن يبقى عامل ازاي بعد 4 شهور، الحقيقه هيبقى احسن من كده، يبقى طويل بقى وتقيل مثلا، بس انا لحد دلوقتي راضيه، يعني انا مبسوطه جدا بتجربتي دي الحقيقه.
شكرا جدا اورجانيكا جروب. واي بنت خلاص يعني دلوقتي الحل بقى سهل، مفيش بقى سيرشات كتير، مش هتعبي نفسك اروح لاجيب البرودكت ده ولا صاحبتي بتقول لي ده صاحبتي بتقول لي ده، خلاص يعني الموضوع بقى سهل جدا. انا اكبر دليل. هو ده بي رجعنا لكم مشاهدينا، تعليق بقى اخير على الفيديو ده. دلوقتي عايز اقول لك ان الفيديو ده طبعا قبل وبعد طريقه الاستخدام سريعا، لان برضو هي الدنيا ما وضحتش هنا. انا بغسل شعري بالشامبو كويس وبعد كده ببدا ان انا انشفه بهواء بارد سشوار، وبعد كده بجزقه خصل صغيره وبوزع عليها البروتين كاني بعمل صبغه بالظبط، وبعد كده بسيبه ينشف على الشعر او بسشوار برضو هواء بارد بنشفه، وبعد كده ببدا اعمله بالبيبي ليس زي ما احنا شفنا في التقرير، وبعد كده بشطفه، وبعد كده ببدا احط عليه بشطفه بمي بس، وببدا احط عليه الهير ماسك اللي موجود معايا اللي هو خلاصات برضو طبيعيه لترميم الشعر. عايز اقول لك ان الكورس ده كورس ترميم وتنعيم الشعر. الف سلامه. الله يسلمك. عايز اقول لك كمان ان في معانا سيرم، والسيرم ده المفروض ان هو بيتحط على الشعر بعد كده وبيتنشف بعدها بقى هواء بارد خالص. زي ما انت شفتي الشعر ده كان قبل وبعد عامل ازاي، وزي ما انت قلتي في المقدمه بنبص في المرايه نلاقي شعرنا. هو ده بالظبط اللي البنت يمكن قالته في التقرير. دي دي الصفحه الرسميه وما فيش اي صفحه تانية غير الصفحه دي. عايزه اقول لك ان شاء الله في المرات اللي جايه نتكلم ان شاء الله عن منتجات الغسول والميله والايبه. الف سلامه. أنا بشكرك شكرا جزيلا نجلاء سرحان خبيرة التجميل والحاصلة على دبلومة التجميل والليزر ومدير شركة أورجانيكا جروب. شكرا جزيلا نجلاء نورتيني. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية